لا تغضب مهما حصل، حاول إن أنت تكون متمالك أعصابك وتكون حليم، يعني خليك زي سيدنا هود قال الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، بعمليه الشموع والحاجات دي كلها. فقال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. فترفع إن هو يتبادل معاهم الشتايم، ولا يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. في واحد راح للحكم من عوانة وقال له: إنما أنت عبد. فما قالوش أهو أنت وأبوك، لا، قال له إيه؟ لأعطينك أعطية لا تعطيها العبيد. مش أنت تقول إن عبد؟ طب أنا بأسلوب عملي هثبت لك الموضوع ده مش صح. فأهداه 100 عبد، تمام. وفي واحد استطال وقعد يعلي صوته على سيدنا علي بن الحسين، فتغفل عنه، عمل نفسه كأنه مش سامع أو إن هو الراجل بيكلم حد تاني. فالراجل بيقول له: أنا قصدك أنت. فقال: وعنك أختي، أنا عامل نفسي إن أنا مش سامعك. وفي مسلم بن نوفل سيد بني كنانة، في واحد من قومه ضربه بسيفه، فجاي ينتقم، فبيقول له: أنت لم تخش مني؟ أما خشيت انتقامي؟ قال له: لأ. قال له: لما؟ قال: ما سودناك إلا أن تقزم الغيظ، دي من صفات القائد، وتعفو عن الجاني، وتحلم على الجاهل، وتحتمل المكروه في النفس والمال، فخلى سبيله. تزيد سفاهة فأزيد حلما، كعودا زاده الإحراق طيبة. وفي واحد قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه دهية العرب: والله لأتفرغن لك، أنا هسيب بقى كل حاجة وأفضلك. قال له: الآن وقعت في الشغل، أنت شغلت نفسك بنفسك. من لي بإنسان كلما أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث في قلبه وبسمعه ولعله أدرى به. وسيدنا المسيح عليه السلام كان معدي على قوم اليهود، فقالوا كلام شر كتير، فقال لهم خير. فالحواريين بيسألوه، يعني إن هما بيقول لك حاجات شر وأنت بترد بخير. قال: كل ينفق مما عنده، كل واحد على حسب الأخلاق اللي تربى عليها. أقسم ابن صيفي بيقول: من حلم ساد، ومن تفهم ازداد، وكفر النعمة لؤم، وصحبة الجاهل شؤم، ولقاء الإخوان غنم، والمباشرة يمن، ومن الفساد إضاعة الزاد. وفي واحد قاعد يشتم الشعبي بقوائح، فقال الشعبي بهدوء: إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي، بكل هدوء بدل ما يرد عليه. وفي واحد قال لأبو بكر الصديق: لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك. فسيدنا أبو بكر بكل هدوء قال له: معك يدخل لا معي. واحد قال للأحنف بن قيس: إن قلت لي كلمة لا تسمعن 10. فقال له الأحنف بن قيس: لكنك لو قلت لي 10 لم تسمع مني واحدة. وفي واحد قاعد يشتم الأحنف ومروح بيته، فأول ما قرب من المنطقة اللي عايش فيها وقف وراح قال له: يا هذا، إن كان بقي معك شيئا من هذا الكلام فقله الآن، لأن أنا خايف إن الشباب الحي يسمعوك فيؤذوك، فلو أنت عندك حاجة قولها قبل ما أدخل والناس جريت تسمعني ويرد عليك. فالأحنف بن قيس بيقول له: الهدوء والحلم اللي عندك دوت اتعلمته من مين؟ قال لهم: من قيس بن عاصم، كانوا بيروحوا له يقعدوا كده يتعلموا الحلم والهدوء منه. كان هو كان جالس، ففي خادمة جاب له شواء فوقع على ابن ليه مات، فالجارية اتخضت، ده قتلت ابنه. قال: ليس يسكن روع هذه الجارية إلا العتق، اللي هديها إن هي تعتق، فقال لها: أنت حرة لوجه الله. تمام. وكان في عون بن عبد الله، كان لما غلام يعصيه يقول له: ما أشبهك بمولاك، مولاك يعصي مولاه وأنت تعصي مولاك. فأغضبه يوم، قال له: إنما تريد أن أضربك، اذهب فأنت حر. فأعتقه. فكان عند ميمون بن مهران ضيف، فعمال يقول للجارية: هات العشاء هات العشاء. فجت مسرعة ومعاها الأكل، فراحت موقعة المرأة على رأس سيدها، فقالت له: ألا يا جارية أحرقتني؟ قالت: يا معلم الخير ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال الله تعالى. قال: وربنا قال إيه؟ قال: والقازمين الغيظ. قال: قد قزمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: زد، فإن الله تعالى يقول: والله أحب المحسنين. قال لها: أنت حر لوجه الله.
وفي واحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم العبد بتاعه ضايقه فضربه، فالعبد كان بيقول اسالك بالله اسالك بوجه الله، فعمال يضربه، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوت العبد فجه، فالراجل الاول ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، فقال لك سالك بوجه الله فلم تعفه، فلما رايتني امسكت يدك قال فانه حر لوجه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو لم تفعل لسفعت وجهك النار. تمام، فهو الفكرة إن الواحد يبدأ يعود نفسه على الحلم والأناة، وممكن يعاقب نفسه يقول مثلا أنا لو اتنرفزت لازم أروح للشخص ده وأعتذر له قدام الناس، أو أصوم أو أتصدق أو أعمل حاجة معينة بحيث إن أنا أعاقب نفسي العقاب دوت. تمام، كان في واحد عايز يربي ابنه على الحلم والأناة، فكان عندهم حديقة كبيرة جدا والسور بعيد، فكان بيقول له كل ما تضايق حد روح هناك ودق مسمار، فيمشي كتير لحد ما يروح ويدق مسمار ويرجع، فبدأ يقلل الخناق على أساس إن هو ما يمشيش المسافة دي كلها. فبعد كده أبوه قال له تعالى شيل بقى المسامير، فبدأ يشيل المسامير، فقال له بص حتى بعد ما شلتها تبقت آثار المسامير، فأنت حاول قدر الإمكان تتملك أعصابك وتبقى هادي، إلا يعني لو انتهكت حرمات لله فدي الواحد يغضب ليها، الواحد يغضب لله وللحق، إنما في حقه هو الشخص يتنازل. يعني كان سيدنا علي بن أبي طالب بيحارب، فالراجل اللي بيحاربه عمالين يحاربه والراجل اللي وقع منه السيف خلاص سيدنا علي بن أبي طالب هيقتله، فالراجل بصق عليه فسابه ما رضيش يقتله، فبيقول له ليه؟ قال لهم في الأول كانت لله، كان الراجل ده بيحاربنا وبيعتدى علينا، بعد كده لقيته هقتله غضبة لنفسي، فعفوت عنه على أساس ما عملش حاجة غير لوجه الله. نسأل الله أن أعمالنا كلها تبقى خالصة لوجه الله، وأن يرزقنا الحلم.